أهلا بكم من جديد. افتتح وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد ورئيس مجلس إدارة شركة B&B اللوجستية السيد عبدالله بوهندي حفلة بدء نشاط الشركة التجاري بمقرها الجديد بمنطقة البحرين اللوجستية بحضور ممثلين من مسؤولي جميع الجهات المعنية. وبهذه المناسبة أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن مدى فخره بتواجد شركة B&B اللوجستية في المنطقة، كونها أحد أهم الشركات اللوجستية المحلية المتخصصة في مجال التخزين والتوزيع، حيث أن وجودها يعزز من الأهداف الاستراتيجية للمنطقة كتوفير فرص عمل للكوادر البحرينية وتعزيز مكانة البحرين كمركز لوجستي على المستوى الإقليمي. ومن جهته أبدى رئيس مجلس إدارة شركة B&B اللوجستية ارتياحه لما تحظى به منطقة البحرين اللوجستية من موقع استراتيجي وخدمات متكاملة وتسهيلات جمركية كان لها الدور الرئيسي في اختيار المنطقة كمقر جديد لمستودعات الشركة. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للسنة المالية 2018 الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث شمل المسح قياس حجم الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية بغية توفير بيانات إحصائية حديثة عن حجم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في خطوة تهدف لخدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمة في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة. وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال عام 2018، حيث أظهرت النتائج تحقيق زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2017، في دلالة واضحة تعكس جهود المملكة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أغلق مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة 1.7% بإقفال عند مستوى 1418 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8,047,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,776,000 دينار تم تنفيذها من خلال 119 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8,985 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.57%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5,048 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.9%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 3,939 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.54%، ليكون بذلك الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أكد البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن رؤية السعودية 2030 التي تم إدراجها في موازنة 2019 ستسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على عوائد النفط في الموازنة العامة. وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019،
وأرجع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإصلاحات التي قامت بها تلك الدول لتقليل اعتمادها على عوائد النفط، بالإضافة إلى الحجم الهائل من الاستثمارات في البنية التحتية التي تقوم بها الإمارات تمهيدا لاستضافة معرض إكسبو في عام 2020. بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في بورصة الكويت التي أعلنت عن نتائجها للسنة المالية 2018 نحو 6.2 مليار دولار بنمو بنسبة 11.6% عن الفترة نفسها من العام 2017. وشكلت أرباح البنوك 58% من إجمالي الأرباح المجمعة السنوية للشركات المدرجة والمعلنة، وعددها 165 شركة، وارتفعت أرباح البنوك بنسبة 20% لتقارب 1.2 مليار دينار. وجاء قطاع الاتصالات الثاني من حيث الربحية بحجم 276 مليون دينار بنمو 17.6% تقريبا، وحل قطاع الشركات الصناعية في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 236 مليون دينار. أعلن البنك المركزي المصري أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، بلغ 150.8 مليون دولار. وأشار المركزي المصري إلى أن هذا الفائض تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق. وأوضح البنك أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1% لتسجل 5.8 مليار دولار نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة هواوي تحتل المركز الأول في التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية صينية. اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاقتصاد الإيطالي بأنه مصدر قلق، مطالبا الحكومة الإيطالية ببذل المزيد من أجل تحفيزه. وقال يونكر أنه يشعر بالقلق بعض الشيء لرؤية الاقتصاد الإيطالي وهو مستمر في التدهور، وأنه يتمنى قيام السلطات الإيطالية ببذل جهود إضافية لتعزيز نمو الاقتصاد. وأكد أن إيطاليا لديها مجال محدود بشأن السياسات التوسعية في الموازنة في ظل الدين العام المرتفع. أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تهاوي ثقة الأعمال لأدنى مستوياتها في عامين خلال ربع السنة المنتهي في مارس، ما يسلط الضوء على المخاوف من أن توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي يؤثران سلبا على الاقتصاد المعتمد على التصدير. وبرز التشاؤم على نحو أشد بين كبار المصنعين، حيث تراجعت المعنويات بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات، ما ينمي المخاوف من أن ضبابية التوقعات العالمية قد تجعل الشركات تحجم عن الإنفاق على الأجور والنفقات. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أظهر التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية صينية من حيث القيمة أن شركة هواوي شهدت ارتفاعاً في قيمة علامتها التجارية بنسبة 22% لتحتل بذلك صدارة القائمة. وأكد التقرير الصادر من قبل شركة الإعلانات العالمية WPP أن شركة لينوفو احتلت المرتبة الثانية وبقيت على حالها من حيث قيمة العلامة التجارية وقوتها مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت قيمة علامة شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية بنسبة 48% واحتلت المركز الثالث.